المؤمن لا يعترض على القضاء والقدر، يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. إسلام إيمان من أبرشان نعود الله سبحانه وتعالى بانكم نطبان لاي. بعض الناس يسب الأمطار، يسب الريح، يسب الأيام. منو بيأكله قطجي بلين جيكتال جيتناي. يسب مثلا الحيوانات جيساتيت. دائما يشتم، لا يرضى بالقضاء والقدر. جنجيكال قطجي قطبان بنتوه قطمن دا كتبي كاكم نطلاي. هذا من أعمال الجاهلية، من أعمال أهل الكفر. المؤمن يرضى بالقضاء والقدر. المؤمن